المزيد ينضم إلينا هاتفيا من دمشق مستشار رئيس الوزراء السوري دكتور عبد القادر عزوز. تحياتي لك دكتور عبد القادر. التحية لك وجميع العاملين في هاتفكم. شكرا جزيلا لك. نعم، إذا دكتور، هو الانسحاب الأمريكي من سوريا جاء وسط ترحيب روسي ورفض إقليمي ودولي، هل هو ربما بمثابة توازنات جديدة وخطوة من شأنها ترك نتائج بالغة الأهمية؟ أيضا ما هو سر هذا الانسحاب المفاجئ؟ طبعا أولا الاحتلال الأمريكي كانت في سوريا كقوة احتلال وشكل يعني محاربة داعش. نعم. فأولا في 70 محاولين داعش في سوريا دون احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وبدون تنسيق سيادي معها. نعم. الأمر الآخر أعتقد بأن قوات هي خارج سلطات قانون إعلام الحرب عام 1973 بالتالي قوة الاحتلال هذه إمكان نعم، نعتذر نظرا لوجود ربما يعني مشكلة بالاتصال. شكرا جزيلا لك سيادة مستشار رئيس الوزراء السوري دكتور عبد القادر عزوز، كنت معنا من دمشق.